مساء الخير زميلي، مساء الخير على جميع المشاهدين. في محافظة النجف وقبل أسبوعين تقريبا من الآن بدأت حملة لإنقاذ كوميل، ووسمت بشعار انقذوا كوميل. هذا المتظاهر الذي يعني تعرض ل يعني رصاصة في عموده الفقري التي أقادته منذ قرابة العامين في فراش لم يفارقه حتى هذه اللحظة. بالنسبة لعملية كوميل، عملية كوميل تتطلب أكثر من 150 $150,000 $1,000 أمريكي. هذه الحملة بدأت منذ أسبوعين بعد أن عجز الناشطون وأهل يعني ذوي كوميل والنجفيين عن المناشدات الكثيرة التي تقدموا بها إلى المنظمات المجتمعية إضافة إلى المنظمات الدولية والمعنيين في يعني البلاد. بالنسبة للمتظاهر والناشط أبو زين العابدين، هو من أخذ على عاتقه أن يجمع هذه التبرعات مع زملائه من الناشطين في محافظة النجف، وانطلقوا بهذه الحملة منذ أسبوعين، وحتى هذه اللحظة تم جمع مبلغ أكثر من 270 مليون دينار عراقي. وهذا المبلغ الذي قد يتطلبه كوميل، لكنهم بحاجة حاليا إلى 10 مليون دينار عراقي ليتم يعني إكمال كامل المبلغ الذي يعني مطالب به كوميل وذوي كوميل لإجراء هذه العملية. العملية طبعا تكون خارج القطر، وتحديدا في ألمانيا، كونها عملية فوق الكبرى وعملية جراحية عصية على يعني الكوادر الطبية العراقية بسبب عدم امتلاكهم لأي من المعدات والأجهزة الطبية المستخدمة لإجراء هذه العملية. يعني بالنسبة لهذه الحملة لم تكن أو تنحصر في محافظة النجف، بل شاركت فيها كثير من المحافظات العراقية، وقاموا الكثير من الناشطين في المحافظات الوسطى والجنوبية وأيضا المحافظات الغربية التي شاركت بحملة. الأنبار تساند النجف، أو الرمادي تساند النجف، هذه الحملات التوعوية والتثقيفية وأيضا الإنسانية التي تطالب المجتمع العراقي باسم الإنسانية أن ينقذوا كوميل وزملائه. اليوم هذه الحملة بدأت بكوميل وتوصلوا إلى جمع مبلغ وقدره 270 مليون دينار عراقي، وهم بحاجة إلى 10 مليون دينار عراقي لإنقاذ كوميل من هذا السرير الذي لاصق جسده منذ أكثر من سنة، عام ونصف العام، وحتى هذه اللحظة. وبالنسبة للمتظاهر والناشط أبو زين العابدين، هذا الرجل الذي وقف شامخا في ساحات النجف وأيضا في شوارع النجف وتقاطعاتها، وأيضا تجول مع زملائه لي يعني جذب الأنظار، وأيضا يعني الوصول إلى أكثر عدد ممكن من الناس ومن الشخصيات النجفية وحتى الشخصيات السياسية لجمع هذا المبلغ. هو أخذ على عاتقه منذ أن أصيب كوميل وحتى هذه اللحظة بأن أبو زين العابدين هو من سينقذ كوميل من خلال التبرعات ومن خلال الخيرين ومن خلال المتمكنين. وهو أيضا وعد العزاوي من بغداد نعم كرر بأن الحملة ذاتها التي انطلقت لإنقاذ كوميل ستنطلق لإنقاذ وعد العزاوي وأيضا زملائهم الآخرون الثمانية الذين أصيبوا في أحداث متفرقة من خلال أيام تشرين. وهذه الأحداث التي يعني خلفت الكثير من الشهداء وأيضا الجرحى والأمراض أو يعني الجراحات المستعصية التي لازمت بعضهم الفراش. فأبو زين العابدين ونشطاء النجف نعم كرار والنشطاء العراقيين أيضا هم اليوم يساندون كوميل وأيضا سيساندون الآخرين في حالة إنقاذ كوميل وخروجه برحلة علاجية إلى خارج العراق. وهذه الخطوات اليوم وصلوا إلى جمع المبلغ، ومن ثم سيقومون بإجراءات الفيزا وأيضا يعني التنسيق مع المراكز الطبية وأيضا المستشفى الذي ستجرى فيه العملية.
ويعني في الأيام القادمة سيشهد الشارع النجفي رحلة علاجية من العراق إلى دولة ألمانيا لتلقي العلاج للمتظاهر الجريح كمال القاسم. نعم، كرر العساف مراسلنا، شكرا جزيلا لك.